السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور عبد الله سعود الشمري، أحد طلاب مدارس الهيئة الملكية في الجبيل، متخرج لعام 1417 من ثانوية أم القرى. التحقت بجامعة الملك فيصل كلية الطب بالدمام، وأعمل حاليا طبيب طوارئ في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن. عبد الرحمن محمد الغامدي، خريج مدارس الهيئة الملكية لعام 1428-1429، أدرس الآن في الكلية الجامعية بالجبيل. سعد بن مناحي الشهراني، خريج مدارس الهيئة الملكية لعام 1428-1429، طالب في كلية الجبيل الصناعية السنة التحضيرية. فهد بن عبد الله الخالدي، من خريجي مدارس الهيئة الملكية بالجبيل لعام 1425-1426، حاليا أدرس معهد الجبيل التقني تخصص صيانة آلات صناعية. نادر بن إسماعيل القحطاني، تخرجت من ثانوية أم القرى عام 1415-1416، ثم التحقت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تخرجت منها كمهندس كيميائي، أعمل الآن في شركة سابق في مصنع الأوليفينات الخطية. عبد الرحمن محمد الغامدي، خريج مدارس الهيئة الملكية العام الدراسي 1415-1416 من الهجرة، التحق بجامعة الملك فيصل كلية التربية قسم أحياء، وأعمل الآن كمعلم في مدارس الهيئة الملكية. بنجاحنا نل المنى، نل السعادة والهنا، والبشر أقبل نحونا، والله حقق قصدنا. لله عهد عندنا، سنكون نورا في الدنا، نبني ونصنع عزنا، ونعيد فيها مجدنا. بالجد نبدأ يومنا، بالفهم نقرأ درسنا، بالسعي نطلب علمنا، بالخير نفرش دربنا. بنجاحنا نل المنى، نل السعادة والهنا، والبشر أقبل نحونا، والله حقق قصدنا. نبني ونصنع عزنا.
بالجد نبدأ يومنا، بالفهم نقرأ درسنا، بالسعي نطلب علمنا، بالخير نفرش دربنا، بنجاحنا نل المنى، نل السعادة والهنا، والبشر أقبل نحونا، والله حقق قصدنا. فإليك يا خير المدارس والمناهل شكرانا، فيك ابتدأنا سيرنا، والله بارك خطوانا. بنجاحنا نل المنى، نل السعادة والهنا، والبشر أقبل نحونا، والله حقق قصدنا. فإليك يا خير المدارس والمناهل شكرانا، فيك ابتدأنا سيرنا، والله بارك خطوانا. قد كنت نبراسا لنا، وبقيت في القلب السنا، وإلى معلمنا الذي بالعلم شاد عقولنا. بنجاحنا نل المنى، نل السعادة والهنا، والبشر أقبل نحونا، والله حقق قصدنا. نهدي تحيتنا وخالص حبنا وولانا، أنت الأب الثاني لنا، ولقد غادوت منارنا. معروفك الأسناس يا ما حينا ذخرنا، ستظل قدوتنا ورمز سلوكنا ومنارنا. بنجاحنا نل المنى، نل السعادة والهنا، والبشر أقبل نحونا، والله حقق قصدنا. نهدي تحية معروفك الأسناس يبقى ما حينا ذخرنا، ستظل قدوتنا ورمز سلوكنا ومنارنا. بنجاحنا نل المنى، نل السعادة والهنا، والبشر أقبل نحونا، والله حقق